سؤال: لماذا صلب المسيح أمام الجميع؟ عندما قام لم يظهر إلا لعدد قليل من التلاميذ وبعض النسوة. السيد المسيح صلب أمام الجميع لكي يعرف الجميع أن ثمن الخطية قد دفع بالنيابة عنه. ولم يظهر إلا لعدد قليل لأنه يريد أن يكون الإيمان من القلب، مش ضروري أنه لازم يشوف ويلمس علشان يؤمن. وبعدين يا ابني اللي بتزن، وده اللي قاله لتلميذه توما، قال له: طوبى لمن آمن دون أن يرى. ووبخه قال له: لأنك رأيتني آمنت، طوبى لمن آمن دون أن يرى. فأراد أن يكون الإيمان بالقيامة نابع من القلب وليس بناء على رؤية الحواس.